بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا كان عندنا النتيجة بتاعتنا بتتعرض وكل حاجة، بس كان لازم بغير اي شيء، لازم ارجع ادوس على ديسبلاي ريزلت عشان يطلع النتيجة اي شيء غير. فاحنا مش عايزين كده، عايزين اول ما اليوزر يغير يسمع على طول. اول طريقة سهلة جدا عندي في الراديو جروب ده، بعد ما يحسب حسبته ويشوف الحسبة والكلام ده كله، كل اللي عايز اعمله انا اكن اليوزر داس على الزرار بتاع الريزلت باتن، فهكتب ريزلت باتن دو بيرفورم، يعني نفذ الكليك، بيرفورم الكليك، فكانه بالظبط اليوزر دايس، بس انا خليتها اوتوماتيك، بعد ما يحسب يقوم دايس على طول اوتوماتيك. فاهمني؟ فكانه بالظبط داس وداس على البطن، داس وداس على البطن بتاع الديسبلاي ريزلت. فلو جينا بصينا كده مثلا ادي للسيولينج دوت مثلا 800، وتعالى بقى ايه ديسبلاي ريزلت 72 سي. طب لو عملت السكند سكور بقى بيتغير لوحديها، خدين بالكم اللي بيحصل لما بتدوس، وبيدوس اكنه هو لوحده داس اوتوماتيك الديسبلاي ريزلت، فتحس ان هو بايه بيسمع. طب انا عايز نفس القصه في السويتشات، لما اغير سويتش او ازود قيمه، او واخد كده ريزلت باتون دو بيرفورم كليك، خدتها كابي واروح انفذها برده فين؟ لا في الجريد سويتش مش محتاجها، ده بينفيزبل ترو فولس، ما بيعملش اي حاجه، فمش محتاج ان انا احسب اي حسابات خالص. لكن في الكلامانسي سويتش بعد ما يشوف ان هو يحسبها بخمسه ولا يحسبها بزيرو، يدوس على الباتون هو اوتوماتيك على طول، فكني كده ايه عملت العمليتين ورا بعض. لما نرجع كده نعمل ريران واحط للطالب اي درجه، ومش لازم ندخل اسمه طبعا، مش اي لازمه. عملت ديسبلاي، طبعا عملت كلامانسي سكور على طول اوتوماتيك ويحسب على طول، تمام. بخفي بظهر ماشي، الفيرست يير مظبوط كله كده ايه شغال. طب حطيت رقم كبير جدا، دي قصه ثانيه بقى. لو انا عايز هو بيكتب الحسابات تحسب، لو روزر هو بيكتب عايز الحسابات تحسب، دي بقى قصه ثانيه. المهم انا اقفل بس ان ده الريزلت باتن، اكتب ده اند اوف ريزلت باتن. يعني ايه قصه ثانيه؟ انا عايز هو بيكتب في الايديت تكست، هو بيكتب الحسابات بتتحسب وتتعدل وتتظبط، نقص زود، فاهمني؟ دي ما بتتعملش بقى بيرفورم تكست، لان التكست ده ليه ايفنتس، ليه احداث، اللي هو السكور ايديت تكست ده. السكور ايديت تكست ده لما بكتب فيه في قبل الكتابه حاجه، اثناء الكتابه حاجه، بعد ما كتب حاجه، فاهمني؟ عشان اشتغل عليها بعمل سكور ايديت تكست، اقول له اد تكست تشينجد ليزنر، والاوبجكت حاجه اسمها تكست واتشر. تكست واتشر يعني واحد يبقى ملاحظ اللي بيتكتب في التكست بوكس، خلاص في الايديت تكست اسمه تكست واتشر. لما اخترته فتحت الكود بتاعه كده بالمنظر بالكير بريسز، وده كده الاند اوف ايه سكور ايديت تكست. تكست واتشر ده عشان يشتغل على تكست، على الايديت تكست ده لازم له في ثلاثة فانكشن لازم يتعملوا. لو انت بصيت كده في ثلاثة فانكشن لازم يتعملوا اوفر رايد. لو وقفت كده قال لي بص لازم يتمبلمنت الممبرز، دول لازم يتمبلمنتوا. قلت له مين هو؟ قال لي الافتر تكست تشينج، البيفور تكست تشينج، الاون تكست تشينج اللي انا قلت لكم عليهم، اللي هو قبل واثناء وبعد. قلت له خلاص هعملهم هم الثلاثه بقى، لازم اعمل لهم كود. فمرمهم للثلاثه خلاص، الاوفر رايد عمل لهم ايه عدد صياغه. فالافتر تكست تشينج قبل ما يكتب حاجه طبعا ده بيبقى ما فيش حاجه خالص، وال مسحت غلط تمام، والبيفور تكست تشينج والاون تكست، البيفور والاون تكست تشينج مهمين، هكلمكم على حاجه فيها، بس انا هشتغل على الاون تكست تشينج. هو بيتغير هقول له ريزلت باتن دوت بيرفورم كليك. طبعا واحد يقول لي مش محتاج ان انا اعملها اون تكست تشينج، اعملها بعد البيفور خلاص او افتر بعد. فانا ايه هقول له طب اون تكست تشينج، تلاحظوا بقى ان في حاجه اسمها كاركتر سيكونس، الحرف ستارت بدات بايه بيفور، وعدد الايه عدد الايتمز نفس الكلام بالظبط بالبيفور تكست تشينج. الكلام ده في الافتر مش موجود تمام. انا بس عملت زرار باول ما ادوس بيعمل الحركه اللي قلت لكم عليها، اللي هي وقت ما ادوس يعني كابت عادل. انا بكتب دلوقتي رقم ده كده ضربت كده في ايرور عشان التو دو ده لازم التو دو اللي هي نوت امبلمنتد دي نشيلها من الكود من اي حته في الكود، لان دي بتوقف وبتضرب منك، فمعناه انت موقف، فانا مش عايز اوقف. وبالمره كمان نعمل تراي كاتش على البطن. ليه؟ انا تخيلت دلوقتي ان انا لو فضيت التكست بوكس كله هيحسب وهيرن، صح ولا لا؟ لان هو التكست تشينج لو مسح الكود هيرن، فطبعا هيضرب لان هيلاقي السكور فاضي، هيلاقي السكور ايه فاضي. فعملت بقى بالمره تراي كاتش على اكسبشن، وراح اخد التوست دي عشان اطلع بس لو في اكسبشن. انا فاهم الاكسبشن بتاعتي، الاكسبشن ايه بالذات؟ لو كتب مثلا 900 ورجع مسح 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 مسحهم خالص، فهيجي البرنامج يرن، ما كل ما بتكتب بيرن خلاص، وكل ما بحرك بيرن.
فقلت لا لا هنزل اعمل بس تراي كاتش واحط ايرور وهشيل بقى الكلام ده واحط في الايرور ايه بس ان اللي في الكاتشايه الاي اكس دوت مسج مسج اللي هي رساله الخطا اللي هتطلع ايرور وكولون ورساله الخطا اللي طلعت. مش عايزه بقى النتس تبقى لونج هي شورت كده على السريع لان احنا كده عارفين هي ما تعتبرش ايرور يعني. احنا بس بنهندل الايه الشغل بتاعنا بحيث ان لو اليوزر مسح خالص السكور اعمل رن كده تاني كتبت عادل السكور مثلا 900 عايزين نخفي بس عشان انتم شايفين النتيجه بتتغير ادي 81 بي صح شوفوا معاه 90 هتقوم بيحسب اوتوماتيك لما مسحت خالص قال لي امبتي سترينج واخدين بالكم 822 انا عايز اخفي برضو الكيبورد 82 امسح 2 بقى ايه فيل حطيت رقم كلمانس سكور ازودها بتقل جريد سويتش ثيرد يير فيرست يير كده البروجكت بتاعنا الاب بتاعنا خلص وشغال والحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله.